أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح العربية. أسعد صباحك أحلى نادين. صباحك سهام وصباح مشاهدي صباح العربية. هذه العناوين لكم. نجا ولكن بغصة، أيام عصيبة كادت تنهي بوريس جونسون، لكنه مستمر كرئيس لوزراء بريطانيا ولو بثقة محزوزة. جونسون شخصية الأسبوع في صباح العربية. إنجاز هائل للطب، زراعة أذن حية مصنوعة بالطابعة ثلاثية الأبعاد في أمريكا. ونحن في صباح العربية نستضيف فريقا طبيا زرع وجها لمريض بنفس التقنية الثورية، فهل سنطبع أعضاءنا المعطوبة في المستقبل؟ طبق الفقراء والأغنياء، طبق الشوارع والمنازل، الفول في حرب طعام جديدة بين أشهر بلدين في تحضيره، مصر والسودان طبعا، يجمعهما النيل ويفرقهما الفول. سأكون معكم أنا ريان الظاهر. حرب الطعام مع مصر، سنقدم طبق الفول إن شاء الله حنكسب. صباح الخير، سأكون معكم بعد قليل للحديث عن أشهى الأطباق المصرية، الفول، وأكيد الفول المصري هيكسب. ولدينا أيضا في صباح العربية عراقي يصنع من الطين مجسما مصغرا لقريته، قرية جسان التي عاش فيها في صغره. نتعرف على القرية وصانعها في قصة من الشارع العراقي مع الزميلة زينب المشاط. أهملتها الحكومات ليستعيدها هنداس في منزله، قصتنا من ناحية جسان في محافظة واسط. هل نقول وداعا لجراحات السمنة؟ ربما. دواء للسكر قد يحدث ثورة عالمية، إذ يسمح بوقت قصير ويمسح ربع وزن من يتناوله، سواء كان مصابا بالسكري أو غير مصاب. شراكات هجينة في عالم الموضة تغير اللعبة، الملابس الرياضية مع دور الأزياء الراقية والرفاهية للجميع. ونذكركم دوما بأنهم يمكنكم أن تشاهدوا برنامجنا وبرنامجكم صباح العربية على منصة شاهد مجانا. أيضا راسلونا على هاشتاغ البرنامج صباح اندرسكور العربية للرد على سؤالنا التفاعلي. السؤال التفاعلي لليوم: بلغ عدد سكان العالم اليوم 8 مليارات نسمة، ماذا تقول الطفل رقم 8 مليار؟ أدين 8 بعين الحسود أولا. شو بنقول للطفل 8 مليار؟ الله يعينك، شو جايك، الله يعينك، شو رح تشوف بهذا العالم هالدنيا. طيب صباح الخير محمد. صباح الخير. صباح الخور. صباح الدار، كنت في الخور اليوم، في خور دبي، اتمشى اليوم قبل ما اجي للنشره. صباح الفول، صباح الخير سهام ونادين، وزي ما قلتوا للطفل رقم 8 مليارات، الله يعينك. ما راح نقول لك تفاؤل، راح نقول تفائل بالخور. راح نقول لك الله يعينك. اهلا بكم. نبدأ حلقتنا بقليل من السياسة، فضائح متعددة تتعلق بكورونا وأخرى تتعلق بالحياة الشخصية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. تلك الفضائح أفضت إلى لحظة عصيبة عاشها قربت خروجه من الباب الخلفي للحكم بعد تصويت برلماني، إلا أنه نجا ولكن بجرح في الكبرياء.
على كل حال رسمت صافرة الاستهجان التي أطلقها بريطانيون ضد جونسون مع الاحتفال بيوبيل الملكة إليزابيث الثانية البلاتيني رسمت حكاية فقدان ثقة كبيرة بقدرة جونسون على قيادة بريطانيا. لما يريده أبناؤها ثقة تهز أركان مبنى داونينغز لتسمح الملكة في قصر باكنغهام، هي التي تلتقي كل رئيس وزراء أسبوعيا منذ 70 عاما وقد مر عليها 17 رئيس وزراء. على كل حال لنعد قليلا إلى الوراء، ما سبب كل هذا الغضب على بوريس جونسون؟ كان بوريس جونسون من أوائل زعماء العالم الذين خرجوا محذرين من تفشي كورونا، اتخذ قرارات صعبة في بلاده وأمر بإغلاق كامل لمرات عدة، لكنه فشل في تطبيق كل هذا على نفسه. الفضائح لاحقت رئيس الحكومة البريطانية خلال كورونا، فالرئيس المعروف بحياته العاطفية الحافلة تزوج في سر، تم تسريبه عبر الصحافة في أوج أزمة كوفيد بحفل حضره أصدقاء مقربين وأقارب لجونسون. وعيد الزواج استمرت تصرفات جونسون الغريبة، وحدث ما عرف إعلاميا بعد ذلك بفضيحة الحفلات والتجمعات بارتي جيت، حيث كشف التقارير أن رئيس وزراء بريطاني أقام عشرات الحفلات الأسبوعية في مقر إقامته وعمله 10 داونينغ ستريت. فضيحة أثرتها الصحافة ولاحقت تفاصيلها السلطات البريطانية، أجبر جونسون في النهاية على الاعتذار ودفع الغرامة لينجو بعد ذلك من سحب الثقة البرلمانية مستمرا بالحكم، لكن بمؤيدين أقل داخل قبة برلمان بريطانيا. تفضل بلادي. ولعل ما كان مثيرا في قضية بارتي جيت هو موقف رفاق جونسون في حزب المحافظين، فالكثير من الأعضاء أدانوا تصرفاته التي وصفت بغير المسؤولة، فيما همس آخرون بأن أفعال الرئيس ستنعكس سلبا على الحزب في الانتخابات القادمة. بين مبنى 10 داونينغ الحكومي وقصر باكنغهام الملكي حكاية طويلة في إدارة السياسة البريطانية. الحق في الاستشارة والتشجيع والتحذير هو ما يملكه من يسكن قصر باكنغهام الملكي، فيما يمتلك ممثل الشعب الساكن في مبنى 10 داونينغ ستريت الحكم تحت قبة البرلمان على نظام ويستمنستر منذ عام 1735. إذن ملوك بريطانيا يملكون ولا يحكمون، السيادة فقط هي ما يعترف لهم كدور من أدوار الحكم، أما الوزراء الملكة فهم الحاكمون فعلا والمسؤولون أمام القانون والشعب. ورغم الدعي الذاتي لملوك بريطانيا عند الحكم، يبقى قصر باكنغهام مرجعا رئيسيا لوزراء بريطانيا، وكل شيء يتم باسم الملكة، الجيوش تحارب باسمها والحكومات تتشكل بأمر منها، لكنها دائما صامتة. على كل المزيد تنورنا في الاستوديو خبيرة البروتوكول والاتيكيت بلسم الخليل. أي سعد صباحك، أهلا صباحك. بك نورتنا في صباح العربية. طيب، لقاء أسبوعي بين الملكة إليزابيث ورئيس وزراء بوريس جونسون، لو تعرفين على بروتوكول هذا اللقاء. طبعا هذا لقاء أسبوعي للاستشارة للتشاور، يعني الملكة على عكس ما الناس بتفكر مطلعة جدا على ما يحدث. هذا اللقاء غير اللقاء اللي بيصير مع أي شخص تاني، غير مدون، سري جدا، يعني يمكن البطلر الموجود هيدا إذا يعني أوكي. بس اللي بيتسمع، لكن سري جدا غير مدون، ممكن تحكي فيه الملكة أي شيء،
وفي تشاور بيكون يعني طبعا. طيب انت بتقولي انه هذا اللقاء سري جدا وغير مدون، ولكن نعود الى الوراء مثلا قبل بضعه اعوام عندما تولى بوريس جونسون منصبه، خرق لبروتوكول وسرب اول لقاء كان له مباشره بعد توليه منصبه مع الملكه. اليوم بالنظر الى رؤساء الوزراء ال14 الذين مروا على كوين اليزابيث، من اكثرهم خرقا للبروتوكول؟ هو مش بس باللقاء معها، للأسف أنه خرقا للبروتوكول بأشياء كتيرة، تعقيبا لكلامكم بالنسبة للبارتيز، يعني كان هو أعلن أنه في جائحة كورونا وفي لوكداون وكان عم يحتفل وبدون ماسكات وبدون إجراءات وقائية، وطبعا معروف أنه عنده هفوات وأشياء يعني دايما منشوفها. ما عنا خرق بمعنى خرق للبروتوكول بالنسبة للقاء، لكن في كانت أشياء تزعج الملكة من حين إلى آخر. طيب بالنسبة لرئيس رؤساء الوزراء الذين مروا على بريطانيا، من هو أحب رئيس وزراء على قلب الملكة من بين 14 رئيس وزراء عينتهم وكانت تقابلهم أسبوعيا؟ بفتكر لازم نقول أنه وينستون تشرشل له علاقة خاصة جدا فيها، لأنه كانت بعدها بأوائل استلامها للحكم، وكان مثل المنتر المعلم، يعني مش بس كانت تتشاور، كانت بوقت تستشيره، هي كانت بوقت بحاجة لخبراته، طبعا بحكم خبرته وفرق العمر كان كبير بالعمر. بيقال أنه جونسون كان هو وعائلته مقربين من الملكة، وحتى لما طلع ما إجا مرة تانية كان شوي في عنده زعل، يعني هو الأكثر الناس اللي كانوا مقربين. طيب بلسم، هذا فيما يتعلق بأحب الناس إلى قلب الملكة، لكن ماذا عن الأقل حظا إن صح التعبير؟ من كان لديه ربما حزازيات نوعا ما، مواقف ممكن تحكي لنا عنها؟ هلأ النساء بين بعضهم إجمالاً في حزازيات بقى، إذا كانت ملكة ورئيسة وزراء، كانت أول رئيسة وزراء بتجي ومن باكراوند شوي بعيدة عن القصر والبلاط، يعني مارغريت تاتشر فينا نقول المرأة الحديدية، المرأة الحديدية لقبها. ما كان في حزازيات، لكن معروف جدا انه الملكه كانت تتضايق من تصرفات معينه لها. عندنا يعني اللي معروفه جدا انه يوما ما سائب انه الملكه ورئيس الوزراء تاتشر كانوا يلبسوا نفس اللباس، سو طلبت رئيسه تاتشر رئيسه الوزراء انه باتصال هاتفي يا ريت انه ننسق انا والملكه، هيدا شيء أغضبها جدا. طبعا كان في خلافات على الكومنولث، سو ما كانت الملكة تحب آراءها بهذا الأمور، وذو لازم نقول الحق يعني أنه أكثر كورتسي طريقة الطريقة السلام والتحية الانحناء كان ممتاز عندها. شكرا جزيلا لك. نعم. في الاستوديو خبيرة البروتوكول والإتيكيت بلسم الخالي، نورتينا. شكرا بلسم، يعطيك العافية. اهلا بكم من جديد. اهلا يا سيهام. اهلا يا احلى نادين. الفول حبيته معك لانه احنا في الجزائر ما ناكل فول كثير. اوكي. والله ايه، انت حبيتي الجلسه معي ولا حبيتي الفول؟ اثنين، انت تكمليها طبعا. يا حلاوتك يا تفضلي. لمكافحه هدر الطعام في المطاعم والمتاجر، طرحت الحكومه الاسبانيه مشروع قانون جديد يفرض غرامات على المطاعم ومحلات السوبر ماركت. لماذا؟ أنا فكرت على موضوع الفول عشان هيك سألتك، بس لنبرر للمشاهدين، يبدو أن موضوع الفول لبعدين. التي تتخلص من بقايا الطعام متبعة بذلك تشريعات قائمة في إيطاليا وفرنسا. يسعى مشروع القانون هذا لحل مشكلة أكثر من 1,300,000 طن من الطعام والشراب يتم التخلص منها في إسبانيا كل عام. ما يعادل خسارة تعادل 250 يورو للفرد، فبحسب الأرقام الحكومية سيتعين بموجب التشريع الجديد على جميع المحال إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام، أو تأمين حاويات مجانية يأخذ فيها الأفراد فضلات أكلهم إلى منازلهم. موضوع هدر الطعام كذلك مشكلة كبيرة يا نادين، يعني متحدث عن كمية كبيرة من الطعام تهدر حول العالم في ظل أزمة المجاعة. وقبل كم يوم كمان عرفنا أنه ثلث الأكل في منطقة الخليج يهدر ويرمى للأسف.
يعني أنا دائما بس أروح على السوبر ماركت بكون أطلع على كمية هالخضرة وهالفواكه بقول وين بيروحوا فيهم إنه بس صح إنه بس يخلص موعدها أو هيك. للأسف في الولايات المتحدة يا نادين وفي إنجاز ثوري جديد نجح فريق طبي في زراعة أذن بشرية وذلك باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد وتم زرعها سريريا على مريضة تعاني من تشوه في الأذن. الجديد في هذه التجربة أنها مصنوعة من الخلايا الغضروفية للمريضة لذلك من غير المرجح أن يرفضها الجسم. من المفترض أن تنمو مثل هذه الأذن الطبيعية بمرور الوقت. يطمح الفريق لطباعة أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف وربما أعضاء معقدة مثل الكبد والكلى. إلى علاء للمزيد من التفاصيل. الأبعاد لأول مرة بمجال الطب في التسعينيات كانت من أجل الأغراض التعليمية فقط، لكن في القرن الحالي لها محطات مهمة جدا. في عام 2002 تمت طباعة كلية مصغرة وظيفتها كانت قادرة على فلترة الدم وإنتاج البول، وفي عام 2008 تمت طباعة أول ساق صناعية مطبوعة ثلاثية الأبعاد بجميع أجزائها في وحدة واحدة، وفي عام 2013 أنتج أول كبد بشري باستخدام الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد. وعلى الرغم من أنه من كانت غير مناسبة للزراعة إلا أنها لعبت دورا كبيرا في اختبار العقاقير. وفي عام 2018 زرع أطباء نسخة طبق الأصل عن الكلى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ثم تطورت الأعضاء المطبوعة بشكل جوهري خلال العقد الأخير وأصبحت أكثر تناغما مع الجسد مع استخدام الخلايا الجذعية لصنعها. وبتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا تمكن أطباء في دبي من بناء عظام وجه للشاب بعمليات جراحية تعد الأولى من نوعها. أوضح الفريق الطبي أنهم استخدموا لأول مرة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم وطباعة حشوات الوجه من مادة تيتانيوم. تم أخذ العظام والأنسجة من ساقي المريض وبطنه، ومن خلال سلسلة من العمليات تعافى المريض بشكل جيد مع تحقيق نتائج جمالية جيدة. هذه الجراحة تفتح الباب لمثلها من العمليات النوعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بإدخال تقنيات الوجه المعدني بيولوجي في إنقاذ حالة التشوهات العظمية الناتجة عن الإصابة بالتشوهات عموما. وفي الاستوديو ينضم إلينا البروفيسور في جراحة الفم والوجه والفكين الدكتور جهاد السخن. دكتور يسعد صباحك، أهلا بك. شهدنا زراعة أذن في الولايات المتحدة الأمريكية بتقنية ثلاثية الأبعاد، أنتم نجحتم في زراعة وجه، حدثنا أكثر عن هذه التقنية. صباح الخير ويسعد مساكم ومساء المشاهدين. هاي الحالة فريدة من نوعها كونها تشخيص الحالة أول شيء. المريض يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، فهو صغير في العمر وشخص بحالة اسمها الجورلين سيندروم. الجورلين سيندروم نسبة حدوثه واحد ما بين 1 ل 300 ألف حالة بالعالم كلها. فهذا المريض بيعاني من عدة شغلات، بيعاني بالأول من وجود أكياس قرنية أو ما هو ورم حميد بياكل العظام الفك السفلي العلوي أو عظام الوش بالكامل. بالإضافة المريض بيكون في عنده مشكلة في البرين ستيم، بالإضافة إلى تشوه في عظام الصدر وعظام الأطراف. فكانت المشكلة بالأول إنه كيف يتم تشخيص هذا المريض، لأنه هو جاء عند دكتور الأسنان مجرد إنفكشن بالسن وتم تحويله لعنا. فلما عملنا الفحوصات اللي يعني التشخيص بالدرجة الأولى مهم كتير. فلما عملنا الأشعة المقطعية أو البانوراما والرنين المغناطيسي تمكننا نشخصه إنه بيعاني من مالتيبل سيست اللي هو أكياس متعددة بعظام الوش، وهي كانت مفاجأة لإله. السؤال الثاني إنه كيف بدك تعالج هاي الحالة؟ أوكي.
دكتور جهاد، أنا شايفة قدامك جمجمة وشايفة قدامك وجه، بدنا تشرح لنا عمليا كيف تم هذا الموضوع، ولو تمسك لنا هون نقدر بالزبط نفهم أكثر يعني طيب الصورة. يعني وجه المريض كان بالأول قبل العملية هو كالآتي، وجود فك سفلي، فك علوي، عظام الوش موجودة. فالورم هو أثر على الفك السفلي بشكل كامل والفك العلوي وعظام الوجه. أوكي. فعشان تشيل هذا الورم كيف بدك تعمل له ريكونستراكشن؟ هاو دو يو بلان تو ريكونستراكت الديفكت؟ لأنه بيصير في كولابس أو الأنسجة والعضلات بيصير ديفورميشن بالوجه ومجرى التنفس والأكل كله بيصير فيه عليه مشكلة. فاحنا تمكننا نعمل هذا الموديل باستخدام السيتي سكان او الاشعه المقطعيه، وبناء عليها عملنا هذا الموديل بسموه بالانجليزي ستيريولوثوغرافيك موديل، اللي هو مصنوع من الجمجمه او عظام الوجه كامل مصنوعه من ماده البلاستيك او الاكريل. اوكي. فعلى اساسها حددنا احنا وين بده يصير القطع. فاذا بتلاحظوا هون بالفك العلوي جهتي اليمين كاملا شيل، وشلنا معاه برضه عظمه الوش. نفس الشيء بجهتي الشمال الفك العلوي، والفك السفلي نفس الشيء جهة اليمين كاملا. فهذا الموديل اللي على اليمين وضع المريض قبل، تمام، وهذا وضعه بعد. طيب دكتور، تقنية الزراعة، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي باتت اليوم منتعشة في العالم، إلى أي مدى تعزز فرص المرضى وتساعدكم كدكاترة؟ بالتأكيد. هلأ إحنا بلندن كنا، وهنا حتى في دولة الإمارات، لما نعالج مثل هيك حالات نضطر ناخد نعمل إشي اسمه الميكروفاسكولار فلابس، ناخد أنسجة زي ما تفضلت بداية اللقاء من الرجل، من الخاصرة، هذه إلها تروية دموية، ويتم زرع المنطقة هاي والمنطقة هاي والفك السفلي. كل عملية منها من هاي العمليات تستغرق حوالي 6 إلى 8 ساعات، يعني مثل هيك مريض بحاجة تقريباً لعمليتين إلى 3. نسبة نجاحها 92 إلى 93%. كبير. أي؟ يعني من كل 100 حالة في 8 حالات تفشل. بوجود التقنية هذه وفرنا على المريض أول شيء إنه الحاجة ناخد أنسجة ويصير في تشوهات عنده منطقة الرجل والخاصرة، وقللنا كمان فرص الكومبليكيشنز انها تفشل العمليه، صور تقعد 20 24 ساعه عشان تعمل مثل هيك حالات وتفشل. هون بوجود السيتي سكان قدرنا نعمل نسخه كامله عن هذا الوجه قبل العمليه. يعني واستخدمنا معدن تيتانيوم لاول مره، وهو معدن صديق بتتقبله الجسم. والطريقه كانت كيف انت تعمل الديزاين للسيرجري وتغطيه، بتجيب الانسجه الرخويه والعضلات، فهذا اللي النيو تكنيك. فالحمد لله. عم نشوف الصور يا دكتور. ايه هاي الصوره قبل. اذا نطلع للصوره اللي بعديها. ايه هذه قبل للمريض قبل العمليه، وحنشوفها اللي بعدها. بالضبط. فشايفين انتم بالصوره هون الموديل الابيض، عملنا ديزاين لمعدن التيتانيوم. واذا بتركزوا مزبوط في الديزاين حتى في له انسرتس للاسنان. صح. عشان يتركب عليهم الاسنان في المرحله اللاحقه. طيب يعني في المرحله اللاحقه دكتور جهاد، هل سياتي اليوم في المستقبل القريب بان يتمكن العلم والتكنولوجيا معا بزراعه اي عضو في جسم الانسان يحتاجه الجسم كبديل وبنفس الخصائص والوظائف بالطباعه؟ بالتاكيد. احنا هلا نعيش هاي الحاله، يعني تصور التكنولوجيا موجوده من 2002 2004، ما كنا نتمكن نستخدمها لعده اسباب. التكلفه العاليه، ما كان في كومبيتيشن بين الشركات، فتكلفه زي هيك كانت تطلع بالملايين وليس بالالوف. كمان التكنيك والتريننج يعني للنيو جينيريشن اوف ذا سيرجنز. هلا الحمد لله التكلفه نزلت، صار في بروبر تريننج، صارت التكنولوجيا اكسسبل لاي محل في العالم. كون هاي الحاله يتميز انه في الطباعه ثلاثيه الابعاد استخدمت بالوش داخل دولة الإمارات وخارجها، بس على نطاق ضيق جدا. يعني يكون جزء صغير من الفك من الأسنان كذا. بس على مستوى أنك تعيدي بناء الوجه كامل، يعني هذه لأول مرة. وحسب الشركة اللي صنعت التيتانيوم إمبلس اللي عملنا معها بيتنسي للموضوع، إنه هاي تعتبر أول حالة على مستوى العالم بهذا الديفكت بهذا الحجم. فاحنا فخورين الحمد لله رب العالمين انه حققنا هذا الانجاز تماشيا مع رؤيه الشيخ محمد اللي اطلقها بال 2018 انه استخدام الطباعه ثلاثيه الابعاد في مختلف مجالات الحياه. فالحمد لله جسدنا رؤيته في المجال الطبي الحمد لله رب العالمين. احنا نبارك لكم هذا الانجاز ونشكركم دكتور على وجودكم معنا لشرح هذه التقنيه. حدثنا في الاستوديو البروفيسور في جراحه الفم والوجه الدكتور جهاد السخن. شكرا دكتور. شكرا لكم. شكرا يعطيكم الله. تقدر اوكي عند عملية الدكتور بصراحة الله يعينك. إلى الجولان حيث تسحر عناقيد الكرز المتدلية في البساتين عيون الناظرين إليها، إذ بات موسم الكرز في السنوات الأخيرة مقصدا مهما للفلسطينيين، إذ ينتشر بائعو الكرز عند مداخل قرى الجولان لبيع أكثر من 7 أنواع من هذه الفاكهة الصيفية. مزيد مع خالد القاسم.
بساط أخضر يمتد في محيط تلال هضبة الجولان المحتل، وفي التفاصيل سلاسل حمر تتدلى من الشجر، إنها ثمار الكرز. الكرز هو ثمرة دغري صيفية وصعب الاستيراد تبعها، فالتسويق دغري جاري وثم يعني لحد إسه مربحة مع المزارعين. بائعو الكرز ينتشرون عند مداخل قرى الجولان للترويج لما يعتبرونه جزءا من هويتهم وصمودهم. في أكثر من 7-8 أنواع، في ستيلا، في لبنس، في بورلا، في كثير أنواع. موسمه قليل وشهر زمان أكثر أقل، بيجي كثير سواح عليه بيقطفوا، بفوتوا على الكرم بيقطفوا وبياكلوا، بينبسطوا بالكرز وبيجوا بيشتروه أكثر أرخص من ما يشتروه من السوبر ماركت. هنا تتاح للمتسوق فرصة قطف الثمار بيديه وانتقاء حبات الكرز كما يشتهيها في أراض تبلغ مساحتها أكثر من 3500 دنم مزروعة بالكرز. في هضبة الجولان المحتل تتدلى من الأشجار هنا ثريات لكنها من كرز بألوان وأطعمة مختلفة، مشكلة لوحة فنية تضفي جمالاً على جمال الطبيعة الخلابة هنا. من هضبة الجولان المحتل، خالد القاسم، العربية. الفول المصري ولا الفول السوداني؟ الفول المصري ولا والله الاثنين ما فرقش بينهم. خلينا نشوف. هلا كل واحد وشطارته، يا سمر يا ريان. طبق الفول من أشهر الأكلات الشعبية على مستوى العالم، ولكل شعب طريقة في إعداده. فالشعوب تتفنن في محاكاة الأصل الذي توارثوه عن أجدادهم. لكن مصر سنتعرف هي بلد بارز في هذا الطبق، ولأهلها حكايات وروايات عن الفول، ويقال إن المصريين لا يمكن أن يعيشوا بدونه، كما أنه طبق الفقراء الرئيسي والذي تعتمد عليه أسر مصرية كثيرة في وجبتي الإفطار والعشاء. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للسودان، فالفول يمتلك شعبية كبيرة هناك، كما أن وصفة الفول المدمس من المطبخ السوداني من أشهر وألد وصفات الفول في المطبخ العربي. فما بين مصر والسودان، من سيفوز في حرب الفول اليوم؟ حكاياتك ما تخلص يا نادين. من الخرطوم تنضم إلينا مراسلة صباح العربية ريان مظاهر، ومن القاهرة تنورنا سمر باشات. يسعد صباحكم مع ريان وسمر، وصباح الفول بنقول صباح الخير ريان. نبدأ معاكي. صباح الخير عليكم. صباح الحب يا سمر. ريان، الفول أنا مش مسؤول. عارفيني على الفول في السودان ولماذا قد يفوز اليوم؟ طيب الفول هنا في السودان، أول حاجة صباح الخير عليكم سهام ونادين، شايفين البخور. الفول هنا الله. في السودان نحن بنسميه حبيب الشعب، يعني ليكم أن تتخيلوا لأي مدى الفول عزيز علينا قدر شنو. فنحن ما حندخل في جدلية الفول مصري أو أصله ما مصري، دي ما حندخل فيها. بلاد الشام تشتهر بالفول، المملكة العربية السعودية أنا أيضا تذوقت عندهم الفول، فنحن ما حندخل خالص في جدلية إنه مصري أو ما مصري. بس في نهاية الفقر حأفشيكم سر، في البداية ما حأقول لكم. على العموم نحن الفول عندنا بيحضر بطريقة مختلفة جدا، في أسرار في المطبخ السوداني لا تمتلكها مصر يا الزميلة سمر. طب ريان، أنا بدي أكون فاعل خير وأنقل اللي قلتي لسمر. سمر كأنه الريان بدهاش تقول، بدهاش تدخل في جدلية أصل الفول هو سوداني ولا مصري، وكأنه الغلبة لمصر ومتأكدين أنه المصريين القدامى أول من عرف الفول وزرعه. احكي لنا.
ده حقيقي. المصريين القدماء كانوا بيزرعوا الفول وبياكلوه، وفي مدون على جدران المعابد مناظر للفول، زراعة الفول والبذور، وحتى قدرة الفول دي لها لقطات على جدران المعابد. كانوا بياكلوه عامة الشعب، لكن مش الكهنة، لأن هو غني بالبروتين فكان بديل اللحم بالنسبة لهم. وبيقال إن كلمة فول مدمس، مدمس دي جاية من كلمة تمس، تمس اللي هو الفول المنقوع في مية في قدرة. ولحد النهاردة في بذور الفول اللي كانت موجودة في المقابر موجودة في المتحف الزراعي هنا في مصر، فهو الفول بتاعنا ما حدش يحاول. طيب الريان، شو محضرت لنا اليوم من السودان، من الخرطوم؟ طيب هنا في مناطق عديدة تشتهر بإنتاج الفول في السودان، ولاية نهر النيل، ولاية الخرطوم، وأيضا في الولاية الشمالية بيشتهر بها أو تشتهر منطقة السلام. الفول هنا عندنا بيحضر بطرق مختلفة، يمكن من أشهر الطرق اللي بيحضر بها الفول هو البوش، وكلمة بوش في اللغة بتعني الجماعة أو المجموعة، فالفول هنا عندنا بيؤكل في جماعة أو مجموعة، لكن نحن حننافس بطبق الفول العادي، حننافس الزميلة سمر. معايا الشيف أحمد، حنتعرف على إنه كيف بنحضر الفول هنا في السودان. مرحبا بك شيف أحمد. أهلا بك، مرحبا بكم عشرة إن شاء الله. أحكي لهم يا البداية كيف بنحضر الفول نحن. أولا صباح العرب. بنحضر الفول، بنجيب الفول بتنظف، بيتبلى لفترة محددة، بعد ذاك عنده قدر معين بيتشد فيها على النار لفترة بتاعت 6 ساعات وبيصبح جاهز إن شاء الله. طيب نحن معناها بننقع الفول أولاً لفترة طويلة، ومن ثم يعني بيكون في النار، فبكون عنده طعم ومذاق مختلف، وبكون برضو يعني هش أو بيؤكل بطريقة لذيذة. أوكي. وإحنا يا ريان كمان بدنا نحكي لمشاهدي صباح العربية بأننا في حروب الطعام في كل خميس دائماً نحاول تسليط الضوء على الأهمية التاريخية، المعلومات المتعلقة بهذه الأكلة، من أين جاءت وما أصلها وما موطنها، أكثر من فكرة المقادير وماذا نضيف وكيف نضيف. هنا التركيز دائما على هذه النقاط. خلينا من الريان نرجع نروح لسمر. سمر كانت عم تشرح لنا كيف تطبخ أكلة الفول في السودان. خلينا نشوف الفول المصري، يعني حكيت كثير عنه، خلينا نقتنع بالعين. صباح الخير عليكم. أنا هنا معايا عم ربيع. عم ربيع عنده عربية فول بقاله 25 سنة، بينزل من الفجر كل يوم يحضر الفول بتاعه والعربية بتاعته. صباح الخير يا عم ربيع. احكي لنا بقى كده القدرة دي قدرة الفول بتاعتك. بياخد قد ايه وقت بقى تحضير الفول؟ ده تحضير الفول طبعا بتحط القدرة على النار، بتفضل 24 ساعة من الاربعة لاربعة. تاني حاجة لمغزة، انت بتوضب وضباطك الفول، بتغسله وبتنقيه من لمغزة العفش اللي فيه، الحاجة اللي فيه بتنظفه وتغسله مرة واثنين وثلاثة، وبتحطه في القدرة وتقلع عليه، بتظبط ناره، بتحط له لمؤخذة الرز بتاعه، العدس بتاعه، ده الحاجة بتاعته. وانت هنا بقى المكونات دي بتتحط عليه، ده بيتحط في سندوتش الفول بقى. ماشي. سندوتش الفول بتبدأ من مثلا بتحط الملح، الشطة، الكمون، التوابل بتاعته، الليمون، بالزيت الحار، زيت الحلو، زيت الزيتون، الطحينة، وبتقلب طبق الفول وبتديه للزبون، او مثلا اللي عاوز سندوتشات بتعمل له السندوتشات بتاعته. في اللي بياخد من غير طحينه حضرتك، في اللي بياخد بطحينه، في اللي بياكل زيت حلو، في اللي بياكل زيت حار. مين بيحب الفول؟ يعني هو دايما احنا نقول ان هو طعام الفقراء وايضا الاغنياء، يعني هو موجود على عربيات الفول وموجود ايضا في افخم الفنادق هنا في مصر. مين اغلب الناس اللي بيقول لك بيعمل؟ لا دلوقتي هي يعتبر هي لقمه الفقراء والاغنياء، يعني دي وافضل دلوقتي اللي مغزى الاطفال الصغيره اللي رايحه مدارس، اللي عدى بتاع لسه بياخد مثلا شندوتش الصبح وماشي على مدرسته، الراجل نازل مثلا متاخر على وقته من الشغل وبتاع، مش عشان يلحق شغله ما يتاخرش، فبياخد شندوتشات او بياخد يفطر على عربيه الفول وهو ماشي يلحق عشان يلحق شغله وكده. اغلب الناس هنا بتحبه بايه؟ بتحبه حار، بتحبه في حضرتك ده بتبقى انت بتسال الزبون، دي طلب الزبون ودي راحته هو، الزبون اللي بيقوله هو اللي بياخده. وفي رمضان بيبقى برضه نفس الشغل، بس في الاكتريه بتاخده ساده اللي بيعملوه مثلا في البيت، بيعمل مثلا فول بالسمنه، فول بتاع بياخد لعياله، في اللي مثلا بيبقى مخرج هو وعياله بعد الفطار بيجينا وسط البلد رمضان بتاع. زي ما احنا عارفين رمضان السحور فول ده اساسي على
مائدة الطعام. لازم في ناس انا بنعمل هذه هي العادات عادات وثقافات أكلة الفول في مصر. ماذا عن عادات وثقافات أكلة الفول في السودان؟ ريان، ببلاد الشام نأكل الفول في الصباح كوجبة إفطار مرتبط أكثر، عندكم في السودان كيف؟ بأي الأوقات مرتبط؟ تقاليد وعادات السودانيين مع أكلة الفول. طيب نحن نادين، يعني انت قبل سالتي سمر الموضوع تاريخيا، انا قلت لك في نهايه الفقره حوريك سر. يعني عموما في السودان نحن بناكل الفول في الفطور وكمان في العشاء، يعني في العشاء برضو بنفضل او بنحبذ انه يؤكل الفول، لكن عموما في الغداء ما وارد اننا ناكل الفول. عندنا اسرار في المطبخ السوداني، بنضيف ايضا زبده الفول السوداني، ودي يعني معروفه في المطاهي او المطابخ العالميه، فدي واحده من الاسرار السودانيه اللي بنضيفها للفول. شيف ممكن نبدا عشان ما نبدا نحضر. طيب نحن حاليا دي القدره، نحن هنا بنقول لها القدرة يعني يا نادين. الفول حب ولا مطحون يا ريان بيكون؟ هو حب لكن بعد كده حنطحنه يعني. اوكي. ممكن توصف لهم شيف؟ ضفنا عليه ملح، احنا عندنا انواع بتاعت الفول. ده كده فول سادة، بنضيف عليه الملح بس، ونزيد عليه زيت السمسم ولا زيت الزيتون على حسب رغبة الزول. نعم. طيب يعني للحديث تتم معكما من مصر والسودان، نرجع لكم في الساعة الثانية سمر والريان، ونشوف النتيجة في الساعة الثانية بالطبق. شكرا جزيلا لكم. مستخدما الطين كمادة أساسية، عراقي يصنع مجسما من قريته في محافظة واسط التي عاش فيها في صغره. لتتوسط منزله، هذه القرية المصغرة بنيت منذ 3 سنوات وتطل على نهر دجلة. نتعرف على صاحب القرية هادي هنداس وقريته الصغيرة في قصة من الشارع العراقي مع الزميلة زينب المشاط. على كل من بغداد تنضم إلينا مراسلة صباح العربية زينب المشاط. زينب يسعد صباحك، عرفينا على هذه القرية المصغرة جسان. صباح الخير سهام، صباح الخير نادين. طبعا أطل عليكم من محافظة واسط من منزل السيد هادي هنداس ضيفنا اليوم، وتحديدا من قريته المصغرة اللي هي قرية الطين اللي تمثل ناحية جصان من محافظة واسط. طبعا سيد هادي لاحظ أنه أكو إهمال حكومي من الحكومات المتتابعة بعد 2003 لقرية جصان أو لناحية جصان من محافظة واسط، فقرر هو أن يحتفظ بصفة صفاتها الجمالية وبتراثها وتاريخ هذه القرية، ونقل إلى مصغر قرية من الطين في منزله. طبعا للحديث أكثر عن هذه القرية ولماذا هي أصلا من الطين، راح نتحاور مع السيد هادي ونعرف تفاصيل أكثر. صباح الخير أستاذ هادي، نورت برنامج صباح العربية. طبعا بالبداية أريد نتحدث لماذا القرية من الطين، ويعني منذ متى جت هاي الفكرة؟ نعم، إثبات التاريخ يأتي من خلال حفظ التراث. إذا تريد تثبت شيء من التاريخ عليك أن
تقدم ما موجود شكلا مضمونا إثباتا. فأنا طالما أهلي كانوا ساكنين ناحية جصان ساكنين من ناس أهل غنم فيسكنون بيوت طينية، وبعدين ورا 48 سنة 1948 احنا سكننا بغداد، فكنت ألاحظ البيوت البغدادية والبيوت الطينية، فمزجت هنا ما بين البيوت الطينية والبيوت البغدادية. حضرتك سويت مزيج بين التراث البغدادي والبيوت الطين الموجودة في جصان. أريد نعرف الأشياء المستخدمها هسه في هذه الغرفة. طبعا احنا نعرف أنها القرية متألفة من ثلاث غرف تقريبا أو أربع غرف، واحدة بها تعكس التراث البغدادي وثلاث أو غرفتين أخرى تعكس تراث وتاريخ جصان. فأريد نعرف هنا هاي الغرفة اللي احنا بها شنو موجود بها من تفاصيل. هذه الاستخدامات سابقا كانوا يعتمدون قبل يعني أكثر من 100 سنة يعتمدون على الأرض والنبات اللي حواليها والأشجار، خاصة النخلة اللي هي عروس الأشجار. النخلة بيها ثمر وبيها سعف وبيها جذع، الجذع يستخدمونه سقوف ويسوون به حصران أيضا، والطين أيضا هو هاي التربة اللي يكبسونه للطين يسمونه لبن ونبنوه من عنده. فكل شيء موجود هو من الأرض، مو بس البيوت، أيضا استخدامات أخرى اللي هو الكور اللي يخزنون به التمر، والصناديق اللي يخزنون بها الدهن واللبن والدبس، ويستخدمون في هذه الفترة، وأيضا الخوص والسلال والمكانيس والمهفات والتنور. فإحنا شكرا لك أستاذ هادي. عودة للاستوديو مع سهام ونادين. طبعا إذا حابين أنه تسألون الضيف سؤال، وأحب أوجه لكم أنه طبعا الضيف جدا من المعجبين ببرنامج صباح العربية، ويقدم دعوة لسهام ونادين بأن يعني يزورون هذه القرية في يوم من الأيام. يا ريت يا زينب، إن شاء الله يا ريت. يعني دعوة كلها، كل الإقامة علي، السفر علي، أتشرف لأنه أنتوا قدرتوا هذا الشيء تبرزون الوطن العربي كله. دعوة إلى دول الخليج. الشرف سهام ونادين، فعلا أتمنى تجون هنا. القرية تطل على نهر دجلة وجميلة جدا. زينب الشرف لينا، ونحن كمان نتشرف أنه أنا أحكم وياكم على فكرة نزور أرض الحضارات بلاد الرافدين ونزور العراق وكمان هذه القرية الطينية. شو عم يقول الضيف يا زينب؟ شو عم بيقول يا زينب؟ الضيف يقول انه او خليه هو يقول لكم. قلنا الدعوه. اتشرف بدعوتكم طبعا، يعني انتم قدرتوا تبرزون هذا المكان، مكان جميل يشرف على دجله، وهذا دول الخليج كلها انت تقدم هنا وتزور هاي المناطق تشوفون العراق ايش قد جميل ايش قد حلو. تسلم يا زينب ويسلم ضيفك، واحنا بنتشرف. شكرا جزيلا لك من بغداد زينب المشاط. شكرا لكم، وهذه عناوين ساعتنا الثانيه. هل نقول وداعا لجراحات السمنة؟ ربما دواء للسكر قد يحدث ثورة عالمية، إذ يسمح بوقت قصير يمسح ربع وزن من يتناوله سواء كان مصابا بالسكري أو غير مصاب. شراكات هجينة في عالم الموضة تغير اللعبة، الملابس الرياضية مع دور الأزياء الراقية والرفاهية للجميع. خبر ليس بجيد، لكن لابد من التحذير، فربما تكون الكوابيس المتكررة علامة على إصابة بمرض خطير لا يمكن علاجه يا نادين، حيث وجدت دراسة جديدة أن المشاركين الذين عانوا من أحلام سيئة متكررة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. الدراسة الجديدة قدمت دلائل إضافية على أن التغيرات التي تطرأ على النوم قد تكون علامة مبكرة على مرض باركنسون، وفي هذه الحالة تربط الأحلام السيئة بزيادة خطر إصابة الأشخاص بمثل هذه الأمراض. في لقاء حصري لصباح العربية التقى الزميل لايث بازاري في مراكش المغربية الموسيقار المصري هاني مهنا الذي عمل مع كبار مطربي العالم العربي. كام كلثوم، عبد الحليم حافظ، وردة الجزائرية، وفايزة أحمد، وفريد الأطرش. تحدث مهنا من خلال هذا اللقاء عن علاقته الشخصية مع هؤلاء الفنانين وكواليس حياتهم. نتابع. أهلا وسهلا فيك هاني مهنا في صباح العربية. أهلا وسهلا، أهلا بيك. شو ممكن تحكي لنا عن تعاونك الفني مع عمالقة الغناء العربي مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش
ووردة وغيرهم. هو التعاون جه مصادفة لسبب، لأنه أم كلثوم رغم أنها طبعا سيدة مش اجتماعية قوي، ما بتخرجش كتير، إنما بتشوف التلفزيون كويس. إحنا اتقابلنا مصادفة لأن كان في حفلة عند السيدة الأولى، السيدة الصباح يعني زوجة أمير الكويت، وكانت طبعا عاملاها على شرف أم كلثوم، وأم كلثوم بتحب تسمع مين، فتلاقى فايزة فجابت فايزة. وبعدين بيني وبين أم كلثوم يدوبك مترين، فهي لابسة النضارة وماسكة المنديل وحاطة رجل على رجل، فأنا بغني مع فايزة. فهي بصت، مفيش كمانجات بتغني مع فايزة، والأورجل اللي بيغني مع فايزة إزاي؟ فايزة طبعا راحت بستها وكده، عرفت سلم عليها حسن أنور، أنا تلكأت مكسوفة أروح أسلم عليها، فراحت عاملة لي كده، تعال، قلتها قالت مكسوفة تيجي تسلم عليها؟ قلت لها يا فندم والله معلش أنا آسف مش عايز أزعجك. قالت لا أزعجك، أنت أحسنت جدا جدا، يعني قلت بس متعتني كده، متعتني بعزفك. ومشيت الايام، بعد 15 يوم كانت هي اللي بتطلبني في البيت شخصيا. يعني الطقوس الفنانين الكبار، عبد الوهاب، عبد الحليم، كلثوم، كلهم لما يكون عايز يكلم ليس ما يخليش السفراجي يطلبه ولا المدير اعماله ولا مش، لا 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 لا، انت عايزك شخصيا اطلبك انا شخصيا. وقالت لي عندك منع؟ قلت لها عندي منع، ليه الشرف طبعا. قالت لي خلاص، انا قلت للاستاذ عبد الوهاب يكلمك بعد نص ساعه بعد ما اكلمك، واحنا بكره الساعه 11 في 35 في التلفزيون، مبنى التلفزيون بروفا. قلت لها ماشي. كانت ليله حب، اول لقاء بيني وبينها. وبعدين استمرت بقى، مش بس يعني الحمد لله ان انا اللي اتعاملت معاهم، سواء عبد الحليم، استاذ عبد الوهاب، فايزه، احمد، نجاه، ورده، صباح، مش بس بشتغل معاهم، باصدقاء، بنتعشى مع بعض كتير ونتغدى مع بعض كتير ونتحاور ونتبادل الافكار. فكان ده شيء الحمد لله اجتماعيا بالنسبه لي كان جميل جدا جدا. يعني هل صحيح انه كان هناك حرب خفيه فنيه بين ام كلثوم وعبد الحليم؟ لا ابدا، مش حرب خفيه ولا حاجه. يعني حليم مره كان بس غلط شويه كده في تعبير في حفله، يعني ام كلثوم كانت لما تروح الحفله هما بيسالوه انت عايز تطلع الساعه كام، يعني حسب رغبتها تطلع الساعه كام. فنجمة كبيرة وطبعا ست مش صغيرة وكده، فبتقول لهم هتطلع الساعة كذا. فجي حظ عبد الحليم كان في الحفلة دي، فطلع نمرتين فقرتين قبل أم كلثوم، وبعدين أم كلثوم، وبعدين حليم في الآخر. فهو طلع قال كلمتين كده، هي طبعا سمعت الحفلة على الهوا، أنا مش عارف ما طلعني في الآخر ده، يعني إن أنا نجم، إن أنا نجم الحفلة بطلع في الآخر ولا عاملين فيا مقلب. الكلمتين دول ضايقتها جدا، يعني كانه بيجرحها هي بس، فضايقت وبتاع، والصحافه كتبت وكذا. بدات الحكايه لما في فرح كان فيه معزومه سيده ام كلثوم وعبد الحليم معزوم فيه، وراح بس ايه ده، ولا انا متاسف وبتاع، والتلج زاح على طول. ما هو اكبر عمل فني تفتخر به هاني مهنا؟ اكبر عمل يعني أول عمل عملته مسلسل تلفزيوني، مسلسل الدوامة، ده خد استحسان من العالم العربي كله بصراحة، لدرجة رحت مع وردة الكويت وأنا واقف على المسرح وهي بتغني بين الكوبلات، يقولوا هاني الدوامة، هاني الدوامة. في تونس نفس الشيء، في الجزائر نفس الشيء، يعني الدوامة دي عملت تأثير جبار ما بين المشاهد أو المتلقي، سمع حاجة غريبة، فعشان كده كان بالنسبة لي حاجة ترعب، لازم أقدم حاجة أحسن من كده مليون مرة. وطبعا نذكركم انه سيكون في جزء ثاني لمقابله مع المخرج مهنا.
خسارة الوزن بسرعة حلم يراود الكثيرين ممن يعانون السمنة الآن. وجد الباحثون دواء يغير قواعد هذه اللعبة، فقد وجدت دراسة جديدة أن دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني قد تساعد البالغين المصابين بالسمنة وغير المصابين بالسكري على إنقاص وزنهم. هذا الدواء تيرزيباتايد الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ساعد المشاركين في التجربة التي استمرت 72 أسبوعاً على خسارة ما يصل إلى 20% من وزنهم. الفكرة في أن الدواء بحسب الباحثين يعمل عن طريق محاكاة هرمونين في الجسم يساعدان الناس على الشعور بالشبع بعد الأكل، وهذان الهرمونان غالباً ما يكونان عند مستويات منخفضة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. لكن ومع هذه النتيجة المذهلة حذر الأطباء من آثار جانبية إضافة لاحتمالية استعادة الوزن بمجرد توقف الناس عن تناوله. المزيد مع هند إبراهيم من واشنطن. وداعا لعمليات التنحيف ربما، فهذه بشرى من أمريكا بدواء حقق نتائج مذهلة في التخلص من الوزن الزائد بنسبة وصلت ل 22% من وزن الشخص. ترايزابتايد والاسم في السوق مونجورو. الدواء حصل على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، ويتوقع المعهد القومي للبحوث أن يحقق نقلة نوعية أيضاً في طرق علاج مرض السكري خاصة من النوع الثاني، فهو يخفض نسبة السكر في الدم عن طريق محاكاة هرمونين من هرمونات الأمعاء يحفزان البنكرياس على فرز الإنسولين ويخفضان الشهية للأكل بصورة كبيرة. بحقنة واحدة في الأسبوع وبجرعات تتدرج من 5 إلى 15 ملغرام ولفترة علاج تستمر 78 أسبوعاً سيخسرون ربع وزنهم تقريباً، وهذا ما لم نرى مثله من قبل مع أي علاج آخر. لصباح العربية هند إبراهيم واشنطن. على كل المزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور أحمد عويضة استشاري الطب الباطني. دكتور أحمد يسعد صباحك، منورنا من جديد في صباح العربية. صباح الخير. هلا دكتور. طيب دكتور، دواء يخفض وزن المريض إلى 20% من وزنه، يعني ما رأيك بهذا الدواء؟ حدثنا أكثر عنه وطريقة عمله. أولا هذا الدواء أول ما أنتج وما كان لتخسيس الوزن، هو فقط لعلاج كان لعلاج السكري، وبشهر أعتقد كمان بشهر 3 و4 أخذ موافقة إدارة اللي هي الدواء الدواء الأمريكية FDA، أخذ موافقة على أساس إنه هو يحسن الأعراض، خلينا نقول أو نزول، خلينا نقول نسبة السكر التراكمي بالدم عند مرضى السكري النوع الثاني. هذا مهم جدا، النوع الثاني، وحسب طبعا جرعاته التحسين كان حتى 2%، واحنا عن كل 2% يعني نسبة كبيرة. طبعا كيف بيعمل؟ هو بيعمل عن طريق عن هو عبارة عن دوايين، خلينا نقول في دواء واحد، وعبارة عن دوايين في دواء واحد. ليه؟ لأنه هو بيشتغل على شو بسمون ريسبتورين اثنين في بالأمعاء بالذات، أكثر الموجودات بالأمعاء، واحد بسمون عن الجي ال بي 1 بسموهن بالإنجليزي، والثاني جي اي بي. هما الجي اي بي أكثر بتحكم بالاستفادة من السكر. هو كيف طريقة العمل؟ إنه بخلي الجسم يستفيد أكثر من السكر، وبنزل من نسبة السكر ما بعد كمان إيش؟ ما بعد الأكل. هاي أهم نقطة، لأنه مرضى السكري اللي هم تايب 2 إحنا بنسميهم النوع الثاني، هم مشكلتهم الرئيسية في إيش؟ بالسكر ما بعد الأكل. فهو بحسن عملية الامتصاص هذا السكر والاستفادة الخلايا منه عن طريق سواء إنزال اللي هو تنزيل بسموه إحنا زيادة إنتاج الإنسولين، أو عن طريق كمان إنه نخلي الخلايا أقل حساسية للاستفادة أكثر من الإنسولين. طيب دكتور أحمد، هل باعتقادك بأنه مثل هكذا نوع من الأدوية التي يمكن أن تحدث طفرة فيما يتعلق بمرضى السمنة وأيضا السكري،
هل ممكن أن تكون متوفرة في بلادنا العربية في بلاد الخليج بأسرع وقت ممكن، وكيف ستنعكس علينا إيجابا؟ أكيد 100%. إحنا نلاحظ هون إنه إحنا تقريبا تصل عنا هذه الأدوية بالذات في منطقة الخليج، بتصل عنا هذه الأدوية بأسرع حتى من أوروبا. إذا أخذت موافقة من هيئة الغذاء الأمريكية، الأدوية والغذاء الأمريكية، مباشرة تنزل عندنا. ليه؟ لأنه إحنا أولا في عندنا نسبة سكري عالية جدا، وعندنا نص سمنة برضو عالية جدا تصل ل 25%. فتلاحظ إنه الشركات من مصلحتها إنها تسجل هذه الأدوية بسرعة، فعندنا تصل الحمد لله بسرعة كبيرة جدا. هسا السؤال في هل كل شخص، كمان خلينا نرجع للسؤال الأولاني، هل كل شخص ممكن يستفيد من هذا الدواء أو غير، وكيف لازم نأخذ هذا الدواء؟ طبعا هذا الدواء لازم يؤخذ بعناية وبأمر من الدكتور، لأنه بيبدأ بجرعة بسيطة، والجرعة هي أسبوعية، هي إبرة أسبوعية تأخذ. نبدأ مثلا باثنين ونص، بعدين بصير خمسة، بعدين سبعة ونص، فشوي شوي ونلاحظ بعدين كيف أعراضها الجانبية. طيب دكتور، يعني اللي لفتني أنه هذا الدواء يمكن يعطى للمصابين بالسكري ولغير المصابين، هل بهذه الحالة يمكن أن تكون له أثار جانبية على غير المصابين بالسكري؟ أولا إحنا ما أخذنا لسه الأبروب، لما بقول الموافقة الرئيسية على أنه صحيح في 4-6 بالضبط نشر للناس اللي هم عندهم السمنة الزايدة، اللي هم اللي الكتلة الجسمية تاعتهم فوق 30%، نزل بالفعل من 15-20% حسب الجرعة. هلأ شو الأعراض الجانبية لحد الآن؟ حسب يعني ما يقال، الأعراض الجانبية هي فقط زي ما حكيت، هي غثيان، ممكن يكون إسهال، ممكن يكون مراجعة، ممكن حتى يكون في التهابات ممكن في مجاري المرارة أو شيء زي هيك. فمش كل المرضى ممكن للأسف يستفيدوا منه. هسا شو الأعراض البعيدة المدى؟ هذا لا نعرف، هذه واحد. الشغلة الثانية ذكرتها في بداية التقرير تاعكم، إنه ماذا يحصل بعد ما نوقف الإبرة؟ هل هذا لسه ما بنعرفه؟ لأنه هذا كله جديد، دواء جديد ما بنعرف. حتى بعد لهاي التفاصيل دكتور، كل فترة بنضل نسمع عن دواء سواء يتعلق بمرضى السكري ولا علاج لمرضى السكري أو طفرة فيما يتعلق لمرضى السرطان، وبنعمل دراسات وعناوين أخبار، وبعدين فجأة بتختفي هاي التفاصيل لاحقا. ليه؟ بس هنا أعتقد الموضوع شوي بيختلف، لأنه بصراحة هي يقول الطفرة أنا بسميها أو النهضة في علاج السكري هي بدت من 2015 بصراحة. وإحنا شايفين هذا التحسن كطبيب، أنا يعني ممارس، أنا شايف التحسن بالفعل. وأن هاي الأدوية أصلاً، يعني هاي الهرمونات موجودة وبنعرف إحنا عنها من 1970. هذه الهرمونات الموجودة إحنا نعرف من قبل 1970، فهي موجودة. هي الفكرة بالفعل بس الأعراض الجانبية. هل بالفعل هذه الأعراض الجانبية نقدر نسيطر عليها؟ هل المريض بعد ما يوقف الدواء بالذات للسمنة لحالهم يرجع يستعيد وزنه؟ كمان والشغلة الثالثة بصراحة يعني هي التكلفته كمان راح يكون أكيد غالية. فهنا برضو يعني نقطة مهمة جدا، إنه راح نحكي إنه مش كل الناس راح يقدروا ليس في متناول يكون متناول الجميع بالذات لفترة، يعني خلينا نقول لعشر سنين أو ثمان سنين راح تكون هيك، بس أكيد راح نستفيد منهن هدول الأدوية جميعها، لأنه في طفرة حاصلة في أمراض في علاج أدوية السكري. شكرا دكتور أحمد عويدة، استشاري الطب الباطني، شكرا لك. شكرا. شكرا دكتور. بعد الفاصل، شركات هجينة في عالم الموضة تغير اللعبة، الملابس الرياضية مع دور الأزياء الراقية والرفاهية للجميع. سنطرح الموضوع مع سمر المشطة. ف
فصل جديد في التنافس بين شركات الأزياء الرياضية من الصراع على رعاية نجوم الرياضة والفوز بعقود ملابس الأندية الرياضية إلى ساحة السلع الفاخرة. بداية من 7 يونيو الجاري خرجت للنور مجموعة جديدة من الأزياء تجمع بين أديداس وغوتشي العلامة الإيطالية الفاخرة، في الوقت نفسه التي تستعد فيه نايكي لإطلاق مجموعتها المشتركة مع العلامة الفرنسية الراقية لوي فيتون بالإضافة لشركات أخرى. قطع هجينة تحمل شعارات لهويتين مختلفتين، والغرض هو ارتداء ملابس مريحة لكنها أنيقة في نفس الوقت. التعاون جاء بعد اعتياد الناس على العمل من المنازل بملابس مريحة وقت إغلاق كورونا. ومع عودة الحياة لطبيعتها لم يفقد هذا الاتجاه بريقه، فكانت الشراكة معادلة مثالية تخدم جميع الأطراف. الظاهرة بالأرقام مع لميس. الشراكة الرياضية تضيف رفاهية أكبر على اسمها، والعلامات الفاخرة تجذب سوقاً أوسع، والجمهور يرتدون ملابس رياضية فاخرة، أي أن الجميع رابح في الشراكة الجديدة. قيمة سوق الأزياء الرياضية العالمية بلغت أكثر من 306 مليارات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى أكثر من 662 مليار دولار بحلول عام 2030، وربما تلك إحدى مزايا الشراكة مع دور الأزياء العالمية. لكن التعاون الجديد بين غوتشي وأديداس أثار الانتقادات بعد طرح المجموعة مثلا يبلغ سعر زوج واحد من جوارب القطن العادية 245 دولارا. ورغم التأثر بتجديد قواعد كورونا في الصين منذ مارس، سجلت غوتشي ارتفاعا في إيرادات الربع الأول في العام، وبلغت عائداتها ملياري 591 مليون يورو. أما ديور ولوي فيتون فسجلت زيادة بنسبة 30% في مبيعات الربع الأول من العام، متخطية توقعات المحللين البالغة 17% فقط. كنا في الاستوديو تنضم إلينا الإعلامية الاقتصادية سمر ماشتا. سمر يسعد صباحك. يعني موضوع فعلا يعني يبدو غريب، يعني ما الهدف من دمج الماركات العالمية والبراندات العالمية مع الألبسة الرياضية؟ بداية مثل ما قلنا في المقدمة أنه انتقلت المنافسة بين براندات الرياضية وخصوصا أديداس ونايكي اللي هي دائما تتنافس مع بعض على رعاية الفرق الرياضية إلى أرض معركة جديدة وهي الماركات العالمية. ما الهدف من هذه الشراكة؟ بالتأكيد مثل ما قلنا هي معادلة مثالية الطرفين مستفاد منها. أول شيء بعد إغلاقات كورونا واعتياد الناس على ارتداء الملابس المريحة ظل هذا الترند ماشي، وصار حتى بطبيعة العمل صار يعني less formal، أقل رسمية. بعدين وصلوا لشريحة جديدة من الأشخاص. يعني أنا تفاجأت، يعني مثلا ابني عمره 13 سنة، هو مو انتو براند، يعني ما تهم البراند، وبالعكس ينتقدني دائما لما أشتري شيء غالي مثلا غوتشي. بس البارحة جا أقول لي شفتي الكاسكيت القبعة الجديدة اللي هي من غوتشي وأديداس، شفتي التيشيرت الجديد. فأوبيسلي تفاجأت أنا وصلوا لشريحة أصغر اللي هي شريحة المراهقين، غوتشي وصلت لشريحة أصغر. وبنفس الوقت أديداس وصلت لشريحة أكبر اللي هي شريحة اللي يعني جيل العشرينات والثلاثينات خلينا نقول. طيب سمر، هاي القطع الهجينة اللي احنا كيف سميناها اليوم، أنا إذا بدي أروح على المول مثلا، واحد بده يدخل على هالمحل حيشوف هاي القطعة بأديداس ولا بغوتشي ولا لا؟ بمحل أديداس الفعلي لا تجدينها، تجدينها بمحلات غوتشي، تجدينها أونلاين لغوتشي، وتجدينها بآب أو تطبيق خاص أديداس كونفيرمد آب. هذا هناك تبعي، بس بمحلات أديداس لا تجدينها. بس بما أنه ذكرنا المحل، يعني المرة الماضية أعتقد أعطتهم دفعة لهذه لشركة أديداس لرفع الأسعار أو لإعطائها مثل تاتش لكجري، يعني سلع فاخرة شوي. دخلت على أديداس ما في شيء أقل من 150 دولار، يعني كنت أريد حذاء للجيم ما في شيء أقل من 150 دولار هاي قبل إطلاق الهاي. قلت لها للبائعة أنا وين فايتة على غوتشي؟
صح؟ صدفة يعني ما تحققت النمو. وبعدين هسه بدو قالت لي إذا تريدين أشياء برينج ال 100 دولار أو أقل لازم تروحين على الأوتلت، يعني ما تلاقي هذه الأسعار بعد بمحلات أديداس. طيب الماركات هلا الدمج بين الماركات الفاخرة والماركات الرياضية هل يرفع الأسعار يا سمر أكثر؟ والله أنا كنت مفكرة إنه راح تكون أرخص، يعني لأنه مثلاً يجوز ماتيريال مختلفة أو شيء سبورتسي أكثر، بس البارحة قارنت الأسعار، ما أعرف إذا راح تطلع لنا صورة في اللي هي الحقيبة اللي عملوها هي الهورسبيت 1955 ميني باغ تبعت جوتشي. سو بجوتشي العادية اللي بدون بدون اللوجو تبع أديداس هي ب 11800 ريال أو درهم، بس اللي هي مع اللوجو تبع أديداس ب 11630 درهم، فما فرق السعر يعني 100 درهم أو أكثر، فما فرقت الأسعار. وحاولت أشوف أسعار منتجات أخرى، لا يعني مثل ما شفنا الجرابة ب 250 دولار. هذه الحالة من المستفيد يا سمر، اللبسة الرياضية ولا البراندات الفاخرة؟ اثنيناتهم مستفيد. بيرفكت مارج، يعني زواج مثالي. واو. طب أنا بس كمان بدي أربط بين كل المعطيات اللي عم تقولي لنا إياها ومعطياتك الشخصية، يعني أنت من الناس اللي كنت عم تحكي لي مبارح وراء الكواليس أنك رايحة على سوق الذهب، اليوم عم تقولي لنا أنا غيرت رأيي تماما، ليه وهل هذا له علاقة باللي عم نحكيه؟ هلا هو صراحة احنا كنا متفقين نروح على سوق الذهب، بس لا هو المفروض يعني اليوم او بكرة بالليل يطلع قرار رفع الفائدة مرة اخرى من البنك الفيدرالي الامريكي، فراح ينزل الذهب مرة اخرى، فقلنا نستنى للاسبوع الاسبوع الجاي ان شاء الله نسوي لنا مشوار ان شاء الله. في دينا دايما. شكرا سمر الماشطة الاقتصادية. شكرا يا سمر. الذهب بده ذهب. ومن سوق المنتجات الفاخرة الى سوق ليس ككل الاسواق، نذهب تحديدا إلى سوق جارة في العاصمة الأردنية عمان، فرصة تسوق غير اعتيادية في هذه السوق مع سهى جميل. هذا إن لم يكن سوق جارة، فهنا يبحث الجميع عن ضلته. دكاكين اصطفت على جنبات سوق جارة، ولكل حرفة أو منتج حكاية تدفع صاحبها لافتراش هذه السوق التي تعيش عامها 17. سوق جارة هو سوق بدأت فكرته بالعام 2005. احنا الفكرة منه دعم السيدات من ناحية تسويق منتجاتهم في هذا السوق. بتعرفي هو متنفس لربات البيوت ولأصحاب الحرف اليدوية لبيع منتجاتهم اللي بيشتغلوها طول فترة الشتاء. لقيت كل الراحة والانبساط بسوق جارة، بكفي بشوف هالوجوه الحلوة، زبايننا بسوق جارة كلهم بيرحبوا فينا، انبسطنا مع أصحابنا مع جيراننا المشتركين، وبعدين احنا بنستفيد والله بسوق جارة الحمد لله. تذوق الطعام وانتقاء ألذه فرصة في جارة، الطريق ما زالت طويلة والزمن أيضا مرت منه سنين أطول بكثير على مقتنيات هذه الدكاكين، الفخاريات والنحت والقش، وصولاً إلى ما تقوده إليه حواسك من أجمل الروائح والعطور. السوق ما شاء الله مرتب أولاً ومنظم من البداية لنهاية، وفي مجال للناس تمشي في وسط السوق، في مجال انه كمان تتفرج على اي شيء بدك اياه بعجبك من سواء قديم او حديث. اجمل الشخصيات حاضره بريشه فنان، ريشه هي ذاتها من اصطفى لاجلها هؤلاء، وهنا فنانون نحتت وجوههم بكلمات اغنياتهم. حاسة أخرى تدفعك إلى هذه الزاوية، أجمل الألحان تدق على وتر المارة في سوق جارة التي عاشت مع عمان الكثير من السنوات. سهى جميل، العربية، عمان. ونعود إلى حرب الطعام، حيث يعد الفول أحد البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، أولها احتواؤه على سعرات حرارية قليلة ونسبة دهون منخفضة جدا، ولا يحتوي على الكوليسترول، وهذا يعد من فوائد الفول لخفض الوزن. يحتوي الفول على مركبات تعزيز نشاط مضادات الأكسدة المهمة في تعزيز وظائف الجهاز المناعي في الجسم.
كما أن الفول غني بعدد من المعادن التي تعمل على تعزيز وتقوية العظام، ويحتوي على نسبة عالية من الحديد، وبالتالي يحسن أعراض فقر الدم. احتواء الفول على الألياف القابلة للذوبان يساهم بخفض نسبة الكوليسترول في الجسم. كما أن الفول غني بحمض الفوليك الذي يعد من العناصر المهمة في فترة الحمل لتجنب حدوث العيوب الخلقية للجنين. ونعود إلى الخرطوم مع ريان الظاهر، ومن القاهرة مع سمر بشات، ونشوف أطباق الفول إلى أين وصلت. يا سمر ويا ريان، أهلا بكما من جديد. إحنا على الهواء. إحنا على الهواء يا سمر. مرحبا بكم. نحن حضرنا بيك. هذا حديث جماعي. خلينا حضرنا طبقين فول وحنحضر الثالث كمان. تفضلي يا ريان. اوكي، هنا في طبق فول عادي او هو ساده بيحبذ دائما يؤكل هكذا في الولايه الشماليه، اللي هو بكون بس عباره عن زيت وشويه شمار وكمان ملح، يعني ما في كثير. كمان في طبق ثاني نحن بنقول له فول مصلح، يعني هو مزبط فيه كثير من العناصر، فيه كمان شيبس وفيه باذنجان نحن بنقول اسود، كمان فيه جبنه، فيه شطه، فيه البصل، في كل التفاصيل، الطماطم وكل الخضروات. حاليا حنحضر طبق البوش اللي هو انا زي ما ذكرت لكم يؤكل في جماعه. حنبدا في تحضيره طوالي. وهنا كمان ما ننسى انه هم بيقول على الفلافل، نحن بنقول عليها الطعميه، محضره من الفول السوداني، يعني رائعه ولذيذه جدا. طيب احنا بانتظار المفاجاه يا ريان اللي وعدتينا فيها. على كل حال حعطيكي مجال تكشفي عن أسرار هذه المفاجأة، ولكن خلينا نشوف سمر. سمر من القاهرة، شو حضرتي لنا أنتي والفول والطعمية والفول مدمس؟ عم ربيع حضر طبق شكله رائع. حطيت عليه إيه يا عم ربيع؟ حطيت عليه زيت حار، التوابل بتاعته، البهارات، الشطة، الملح، الكمون، الطحينة، ومتقلب ومهروس ومعصور للليمون بتاعه، ومتبل كده. ده على الأكل على طول. بيتاكل مع ايه بقى؟ انا شايفه ده الجرجير، في جرجير وبدنجان مخلل مع فلفل متخلل مع بصل، والسلطه متكونه من خضره، خيار وقوطه وجزر وكابوتشا، وده البيض، بيض مسلوق بيتقطع في طبق وبيتعمل عليه طحينه. ايه انواع الفول بقى؟ في فول اسكندراني مش كده؟ في فول اسكندراني ده اللي هو بالبصل والفلفل، التوابل بتاعته. يعني مثلا بجيب بصلايه بنعمها وأقطع عليها قرن فلفل وأحط عليها الخضرة البقدونس والحاجات دي، ده اسمه فول اللي هو الاسكندراني. بيحبوه في القاهرة هنا برضو؟ في ده شغال على طول عندنا، ده مقدس. ان هو في ناس بتحب الفول بالبصل، تحب الفول بالفلفل، بس مش بحط ده كله على بعض حضرتك، بعمل البصل لوحده والفلفل لوحده والبقدونس والحاجات دي لوحديها، عشان في زبون بيحب كده. وعلى فكره احنا كمان في الفول بيتعمل منه بصاره، مظبوط؟ بيتعمل منه بصاره، بيتعمل منه الطعميه، طعميه اللي هو الفول المؤاخذه المدشوش ده، بيتخمر نقع ويتغسل في ميه ويبات للفجر، تصبح تاني يوم تنزله في الحجر بتاع الطعميه وبيتعمل منه الطعميه اللي هي بالكزبره والشبت والبقدونس والكرات والحاجات دي. طب اعمل لنا بقى كام ساندويتش كده يا عم ربيع. ساندويتشات الفول دي، عربيه الفول بتلاقيها موجوده في كل حي شعبي، بالذات في كل شارع الصبح بدري للعمال اللي رايحين يشتغلوا في عمل شاق. يعني الفول ده، ساندويتش الفول ده بيقدر يديهم طاقه طول اليوم. حتى سمير غانم كان له مشهد مشهور في المتزوجون، اللي هو الكورس بتاع الفول عند المصريين 7 سنين، كان مشهد كامل عن الفول. في برضو قصه طريفه للفول قديما، ان كان في واحد مشهور جدا بتاع فول اسمه عاصي في دمنهور. الملك فاروق كان وصل صيته للملك فاروق، وكان بيبعت له قدر فول فضه فيها اطباق سندوتشات الفول. ولما اتولد الامير احمد فؤاد، عاصي ده أهداه أغلى قدرة فول مصنوعة من ذهب، وهي معروضة حاليا في متحف المنتزه في الإسكندرية. يعني الفول قصصه معانا كتير. والمقولة المصرية بيحضر لنا دلوقتي السندوتشات سمر، والمقولة المصرية الشهيرة، إذا خلص الفول أنا مش مسؤول. أنا مش مسؤول. خلينا نشوف
فول مقدس عند المصريين. وكمان زي ما قلت بالنسبة للمتاحف في بقايا فول من العصر المصري القديم هي في المتحف الزراعي زي ما قالت كمان، هاي معلومة كتير حلوة قديه بدل على تميز المصريين الفراعنة في كل شيء حتى بالفول. طبعا أنا حابة أسمع من الريان والخرطوم شو بيقولوا على الفول. طيب يا سهام، نحن حاليا حضرنا كمان طبق البوش ده اللي حننافس به، والزميلة سمر ده اللي ما موجود في مصر خالص، بوش ما عندهم بوش، هم بيحضروا طبق زي الطبقين اللي احنا ذكرناهم في البداية، وده نحن قادرين على تحضيره. العنصر المفاجأة هو طبق البوش، واللي زي ما ذكرت لكم انه بنحبذ ناكله مع بعض كلنا. في حاجة تانية انه نحن في السودان بنقول الفول زيت، بمعنى إنه الفول بيعتمد اعتماد كبير على الزيت، وكل ما أخذ كمية من الزيت كثيرة بيبقى يعني ألذ وأضعم. رأيك شنو؟ الفول المصري ولا السوداني صراحة؟ ما في كلام، الفول السوداني. الفول السوداني هو الأول إن شاء الله. نحن فايزين بإذن الله على الفول السوداني بطريقة الثلاثة طرق بتاعتنا المختلفة. الطريقة بتاعت البوش طريقة مختلفة تماما عن كل العالم بتميز بها السودانيين. ريان خلينا نشوف صحن البوش اللي عم تحكي لنا عنه بس عشان نشوف الفرق الواضح مع الفول المصري. خليهم نشوفوا أي واحد صحن البوش. أنا عم شوف ثلاث أطباق. يا نادين لازم تحكمي، أنا شايفاك منحازة لمصر، منحازة لمصر انت. والله يا ريان انتوا بقلبي الاثنين، بس انا عم بحكي وقائع وتواريخ، بيقولوا لك انه الفول جذوره فرعونيه. انا بظهرك يا ريان حبيبتي. طيب انا في حاجه حاقولها لك، انا كنت حابه اقولها في نهايه الفقره واستخل حاليا وصلنا للختام. فالفول نحن هنا في السودان للامانه بنقول عليه والفول المصري. يعني للامانه روحك رياضية يا ريان. أنا من جبال ما حبيت أذكر اسمه. شكراً يا ريان، شكراً. من بداية الفقرة أنا جبال ذكرتك أنه أنا ما حأقول عليه من بداية الفقرة. الفول يا ريان، الفول مصري والبوش سوداني. شكراً جزيلاً ريان الظاهر. سمر بشات، شكراً لكم. شكراً لكم. في أمان الله. إلى اللقاء.